إلى ذلك عبر عدد من بحارة البحرين عن رفضهم للسلوك العدائي الذي تمارسه السلطات القطرية ضدهم، مؤكدين أن هذا الاستهداف المتواصل انعكس بشكل سلبي على أوضاعهم المعيشية بسبب انقطاعهم عن الصيد جراء الإجراءات التعسفية التي تتخذها بحقهم دوريات خفر السواحل القطرية. في فترة سابقة تم توقيف طرادنا وأخذت إجراءات تعسفية بحق البحارة اللي موجودين على متن القارب، واحتجزوا بما يقارب 3 شهور هناك إلى أن أخلى سبيلهم بكفالة مالية تقدر ب 5000 دينار. وكذلك إحنا نرفض أصلا الممارسات العدائية ضد الصيادين البحرينيين هذه، ولا يعني نتمنى أن إحنا نقابل من السلطات القطرية بهل التعسف بالإجراءات التعسفية بحق الصيادين البحرينيين. أمريكا الشرية سوون قطاب يعني مهي مقبولة بالأمر، يعني مو مقبولة. الله يسلمكم، قطر والبحرين رعية شعب واحد، ما يقول هذا الأمر. بحار ترزق الله يصبح ويمسي في البحر ويصبح ويمسي في بيته، وهي الدنيا يعني شغلة البحر اللي مو نرزق رزق الله من سنين. البحر يعني ما سمعنا مانع ولا من تجود ولا ضرب ولا سجون. بحار يعني طال عمرك يجي الدوري يجي للبحار يفتش عليه ويشوفه سلومتي، ما عنده أشياء اللي يغر الدولة، فهو ما يتجاوز إلى الحدود إلى السجن ولا توقيف حلاله ولا مصادر حلاله. يعني هذا ما يقول هذا الأمر. يعني فقير بترزق الله هو وعياله بيتجود بالأشهر بالسنين، يتصادر زورق ماله ويتعرض للخطر ولا الضرب. هذا ما يصير، هذا في كل دولة. توقف عني ارفع لك السلاح، لما تمشي يرمي يجيك حق المكاين. انا تعرضت لجانب الكابينه اللي انا مكان اسوق يبعد عني وفترت عليه، ورجال مجلفان بعد يبعد عني، تالي قابلت الطرد وجلوا لي. هلا صار انا تضررت من قطر واجد، بعت بانوشي، والحين قاعد 4 سنوات انا اخوي طراد موقف، هلا سنتين في قطر سنتين في البحرين. اديتنا هديه قطر وانسجن ترى في قطر بعد، الجو حلال في قطر ورماني في الشمس 4 ساعات.